أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى هي حصيلة 3 أيام من المواجهات العنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ، لكن الخسائر الفعلية أكبر بكثير، حيث يؤكد كل طرف أنه ألحق مئات الخسائر العسكرية بالطرف الآخر. فصباح الأحد الماضي تجدد أحد أقدم النزاعات في العالم على الإقليم الانفصالي، ولاحت مؤشرات حرب بين باكو ويريفان بعد اندلاع أعنف جولات الصراع بين الطرفين منذ أكثر من ربع قرن، وسط اتصالات دولية لخفض التصعيد الذي قد يتجاوز القوقاز ويهدد الأمن الدولي. لكن ماذا نعرف عن الإقليم المتنازع عليه بين البلدين؟ تقع منطقة ناغورني كاراباخ داخل أراضي أذربيجان، وتسكنها أغلبية أرمينية تحظى بدعم من أرمينيا المجاورة. كلمة ناغورني باللغة الروسية تعني مرتفعات، بينما تعني كاراباخ الحديقة السوداء باللغة الأذرية، ويفضل أبناء عرقية الأرمن استخدام الاسم الأرميني القديم للمنطقة وهو أرتساخ. في العام 1988 وقرب نهاية الحكم السوفيتي، دخل الانفصاليون الأرمن والقوات الأذرية في حرب دموية انتهت بتوقيع هدنة عام 1994، وبقي الأرمن يديرون شؤون كاراباخ بأنفسهم بدعم مالي وعسكري كبير من أرمينيا، لكن المجتمع الدولي اعتبر الجمهورية الصغيرة جزءا من أذربيجان. لاحقا فشلت المفاوضات في أن تقود للتوصل لمعاهدة سلام دائم، ولا يزال يعتبر هذا النزاع واحدا من الصراعات المجمدة لما بعد الحقبة السوفيتية. اليوم يتبادل الطرفان الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن التصعيد. أذربيجان تقول إن القوات المسلحة الأرمينية والانفصاليين أطلقوا النار على مناطق سكنية عند خط التماس في كاراباخ، أسفر ذلك عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكن أرمينيا وسلطات الإقليم تتهم الجانب الأذري بشن ضربات جوية وصاروخية على كاراباخ، ما دفعها إلى إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة. الناتو والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى سارعوا منذ الساعات الأولى لاندلاع المعارك إلى الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وفي مقدمة هذه الدول روسيا التي قادت مساعا جدية لإيقاف العنف كونها المتضرر الأكبر من نشوب حرب في حديقتها الخلفية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان شدد فيه على وجوب وقف القتال. بدوره أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالات مكثفة مع نظيره التركي مولود جويش أوغلو، شدد خلالها على ضرورة وقف النار بأسرع وقت ممكن. في هذا الوقت كانت تركيا المعروفة بعدائها التاريخي للأرمن وبارتكابها المجازر بحقهم تصب الزيت على نار الحرب. الرئيس رجب طيب أردوغان جاهر بدعم أذربيجان بكل الإمكانات، وأكدت تقارير إعلامية اتهامات أرمينيا لأنقرة بإرسال 4000 من مرتزقتها في سوريا إلى أذربيجان للقتال في كاراباخ، وأغرتهم بمبالغ مالية طائلة تصل إلى 1500 دولار للفرد الواحد. الكثير من المسلحين رفضوا الانضمام إلى زملائهم في أذربيجان التي يرون فيها دولة شيعية، وهم في الوقت نفسه يقاتلون حزب الله والحرس الثوري والشيعة والعلويين شمال سوريا. لكن ما لا يعرفه هؤلاء هو أنه على الرغم من تقديم طهران نفسها كوسيط لحل النزاع بين الطرفين، إلا أنها فعليا أقرب إلى أرمينيا. وفي الوقت ذاته فأن السياسات الإيرانية كانت ترمي دوما إلى أضعاف أذربيجان، حتى لا يؤدي صعود الشعور القومي الأذري لانعكاسات على الأقاليم الأذرية في إيران نفسها. موسكو هي كذلك أقرب إلى الأرمن رغم علاقتها بالدولتين، وهي متهمة اليوم بدعم أرمينيا بالسلاح عبر الأراضي الإيرانية، وهو ما تنفيه الأطراف الثلاثة. إلى أين ستؤول الأوضاع؟ وهل يمكن أن يتوقف القتال بين الطرفين اليوم؟
هذا رهن بالتطورات العسكرية والاتصالات السياسية والتدخلات الدولية.